كوتش مصطفى، ما رأيك فيما يعيشه الآن رياض محرز؟ وأنت كلاعب، ما هي النقاط التي سيعمل عليها اللاعب من أجل تجاوز هذه الصدمة إن صح التعبير؟ لا، في هذا المستوى ما كاش صدمات. اكيد انه الصدمه ربما تكون في يوم يومين او ثلاثه، لانه مباريات هذه هي مباريات ميسي، مباريات بالرغم من عدم تاهل الى المونديال ولا حتى خروج في النصف النهائي من كاس رابطه ابطال اوروبا. اعتقد انه المباراه القادمه راح تمسي كثير هاد اللاعبين في هذا المستوى هذه، يعني كاين منافسه ميسي، منافسه اليوم التركيز يكون اكثر الى البطوله البريمير ليج، لانه هي مهمه بالنسبه حتى للمدرب ولا حتى للنادي بصفه عامه ولا حتى لرياض محرز. نظن انه الهدف منذ انطلاق المنافسه كان حقيقه انه كاس رابطه ابطال اوروبا والخروج في التوالي الاخيره من المنافسه، يعتبر اكيد صدمه ويعتبر خروج غير المنتظر عفوا. لكن لما يتعلق في المستوى العالي، اعتقد انه التركيز راح يكون على المنافسه اللي جايه، وراح ينسى اكيد النكسه او النكسات الاخيره سواء في الفريق الوطني ولا حتى في النادي تاعو. رياض محرز يعتبر من بين احسن اللاعبين على المستوى العالمي، لهذا نظن انه المستوى تاعو ما راحش ينزل بنكسه ولا بخساره في منافسه ولا حتى في بطوله ولا حتى في تاهل الى المونديال. صحيح انه الاشياء هذه تبقى في الذاكره وتبقى للتاريخ، لكن اعتقد انه المباراه القادمه هو المستوى هذا، اللاعبين على بصفه عامه راح ينسوا هذه الخساره هذه، وراح يعني يعطيوا كل ما لديهم في المباراه القادمه، والتحضير الذهني راح يكون في اعلى مستوى. نقول انه لما تخرج في المباراه وفي الدقائق الاخيره اكيد انك راح تتاثر ذاك الوقت، يعني في الساعات هذيك ولا في النهار اللي جاي ولا حتى في يومين، لكن بعد ذلك الرياض راح ينسى هذه الحسره وراح ينسى هذه الخساره هذه.